واخدني على فين؟ يا عم واخدني على فين؟ يلا مالك؟ اتخشبت ليه؟ ما تدخلي. مش لما اعرف بس واخدني على فين؟ زي ما انت شايفه كده، واخدك السيمة، هفرجك على فيلم حلو قوي، بس ما تقلقيش هتبسطي. بقول لك ايه، انا جيت معاك وطوعتك عشان مش عايزه فضايح. صفوت حاطتني في دماغه بقاله شويه، واقسم بالله الفضيحه لو طالتني مش حطوني لوحدي. حلو، والفضيحه دي بقى هتحصل لو ما طلعتيش معايا فوق دلوقتي. يا لا. طب بقول لك ايه، انا مش عامله حسابي دلوقتي، انا جيت لك المحل بس عشان نتفاهم. وانت هتفضلي سايقه الهبل ده كده كتير؟ هكون جايبك هنا لسه عادي يعني؟ هنلعب بلاي ستيشن؟ ما انت عارفه انا عايز ايه. عارفه ولا مش عارفه؟ اه طب اتكل على الله يا ام عبير، امشي. انا شكل الحاجات اللي معايا دي كده ملهاش اي 30 لازمه. اقول لك على حاجه، انا اخدها اديها لعم صفوت وهو يشوف هيتصرف ازاي مع حريم. لو على صفوت مش اشكال، كنت طوعتك وخلصت. ما صاحبك لوى دراعي وجيت معاه قبل كده، بس انا ما اقدرش اعمل كده مع راجل غيره. انا عايزاه هو في الحلال. وانت فاكره ان شويه المحن اللي بتعمليهم دول هيدخلوا عليا؟ ما تطلعي يا وليه انت، وخلي يومك. يا يالا انت اللي جابك هنا دلوقتي؟ امشي انت دلوقتي يا ام عبير. يا مين دي اللي تمشي؟ وانت اللي جايبها عشان تمشيها؟ سيبها تمشي يا تريكه. الست دي ما تلزمناش. ما تلزمكش انت ولا قعدت تلزم اي حد الا جوزها. اه وجوزها ده بقى اللي هو مين؟ عم صفوت ولا ان شاء الله هيبقى انت؟ اتهبلت يالا ولا بلع حاجه على الصبح؟ الست تعبت يا تريكه وربنا عافى عنها وبعدها عن السكه الشمال. ماليش فيه، ما يخصنيش يا عم. وبعدين هي اللي تابت دي ليه لسه رايقها بيجري عليك؟ ولا انت عشان جبت اخرها وزهقت؟ لا عشان تعبت يا تريكه، عشان تعبت. وانت عارف كويس قوي انا عمري ما كملت ودوست مع بنت تعبت. مفيش وسخه بالتوب. هقول لك على حاجه، كلهم وسخين. ما تنشف بقى يالا وتفكك من حوار مروه اللي قالب دماغك ده. وايه اللي دخل مروه في الحوار دلوقتي؟ سوني انا بعمل اللي انا عايزه ومفيش حاجه قلبه دماغي. اطلع منها انت بس. مرتاح مع السواق الجديد؟ اه الحمد لله. نادين متوترة قوي بسبب موضوع تقع. اه كنتش متخيلة انها هتتعلق بيها بسرعة كده. انت عندك مشكلة انها مشيت؟ انا لا ابدا خالص، بس انا مش فاهم ايه علاقة تقع انها تمشي بسمير. ماله سمير؟ اصله قالت لي انك قلت لها سمير لازم يمشي. غريب، ما جبتش سيرة سمير خالص في كلامنا مع بعض. على المهم هو مشي، عمل مشكلة كبيرة في الشركة ومشيته. خسارة والله، كان لطيف جدا. اتبسطت في شرم؟ قوي. ده انا حلو عليك. ده نيو لوك انت كمان؟ لا نسيت احلقها بس. هنتبسط مع صحابك؟ قوي. صحيح شريف حدد ميعاد خطوبته. ايه ده بجد؟ مبروك. وانت ما شفتيهوش هناك ولا ايه؟ لا ما لحقتش. كانوا عاملين بروجرام طويل قوي. على العموم هو رجع القاهرة النهاردة. ده بجد؟ طب حلو. خطيبته لطيفة؟ أيوة قوي؟ لا أنا أعصابي تعبانة الفترة دي، محتاج أفصل شوية. يا أكرم مالك؟ محتاج اروح اقعد عند ماما كام يوم كده، بس
افصل يعني. وبعدين هي محتاجاني اكيد في توضيب خطوبه شريف و... ومش عايزه تزعل مني عشان بقالي كتير ما رحتلهاش. خلاص براحتك حبيبي لو ده اللي هيريحك، بس انت توحشني قوي. الو. ايوه مستر، المدام فتحت موبايلها. انهي واحده فيهم؟ مدام عبله، وعرفت مكانها فين. عاجبك كده يا حبيبتي؟ زين قوي يا قبل، تسلم ايديك حقيقي. هنحط بقى توكا هنا وتوكا هنا عشان الحمد لله على السلام. الله يسلمك. سبت بيتك ليه يا عبلة؟ خفت. ما كانش قصدي اخوفك، بس اللي طلبته ده من حقي. في شرع مين؟ بص يا قبل، انا مش جاي اتخانق، انا عايز اوصل لحل. العيل ده انا مش هنزله. بس انا لما اتجوزتك ما اتفقتش معاكي على كده. وما اللي اتفق كان على ايه؟ لان انا ست لمزاجك وبس، ولما تزهدها ما يبقى لهاش عايزه لا هي ولا اللي منها. لو في حد يبقى ليه الحق في النفس اللي انا بتنفسه ده يبقى هو. هدي نفسك يا ست عبلة، وسيبنا اتكلم مع الاستاذ راجل لراجل. وده بيعمل ايه هنا؟ مالكش فيه، وقسما بالله لو فتحت بقك لافصل لك رقبتك. ضحي. انا جاي اتكلم مع مراتي اللي لحد دلوقتي انا مش فاهم ازاي تسيب بيتها وتيجي تقعد معاك هنا. سعاده الباشا، الست عبلة قاعده هنا عند اختي، واحنا ناس بنفهم في الاصول، وما تخلاش اللي ركبنا العيبه. سيبه يا معلم ضاحي، خليه يتكلم مع الست اللي على ذمته، اللي واضح ان هو لسه ما يعرفهاش لحد دلوقتي. انا فعلا مش عارف اي حاجه، وواضح انك رتبت كل حاجه وبتضحكي عليا. اتكلم بقرب وما تعليش صوتك. استنى هنا يا ضاحي، اسمع يا الاستاذ، انت لما جيت الحته بتاعتنا شفتني ست حره واقفه بطولي، وهفضل كده بعون الله واشد. انا لا ضحكت عليك ولا على غيرك، بس حكمه اللي خلقك ان العيل ده يطلع منك انت. تحرش دمك يا ست الكل، مش حد يستاهل. قبل فهميني عبلة، أنا آخر حاجة ممكن أكون عايزها إني أضايقك، بس حط نفسك مكاني، أنا حياتي بتتدمر ونايلة مش هتستحمل ده. أنا عندي أسرة بحبها. أنت ما تعرفش تحب حد، الإيد اللي ما تعودتش غير إنها تاخد ما تعرفش تدي. بص يا عبلة، اللي في بطنك ده هينزل بالذوق، هينزل بالعافيه، هينزل. انا لما اتجوزتك ما اتفقتش معاكي على كده، ومش عايزك تشوفي مني وش عمرك ما كنت تتخيلي انك تشوفيه. سعاده الباشا، عيب قوي في حقنا لما الست عبله اللي تبقى عايشه في وسط اهلنا وعزوتنا تتهدد.
حضرتك تروح تعمل الشوية العوا دول هناك وسط محاسيبك وعلى ضيشك، انما هنا لا، هنا رجاله البلد يوقفوا لك زنار ويزفوك لحد بلدك. ده لو الست قبلها امرت. مالوش لزوم يا معلم ضاحي، الاستاذ هيمشي من غير شر. شرفت يا استاذ. خلاص يا ضاحي انا هرجع على بيتي. هتعملي ايه يا بنت الناس؟ هشوف حالي ومحتاجي، ما هو عارف طريقي بقى. تم تقعدي وانا عارف في حته مش عارف اوصلك فيها تاني. ما دام وصل لي هنا يبقى هيوصل لي في اي حته. يبقى شكله مش ناوي يبقى لبره. ربنا يستر. هناك عم جمال وسمير، وانت كمان مش هتسيبني. ربنا كبير. انت بنت يا نور، انت الحاجة الحلوة الوحيدة اللي حصلت في حياتي. نور انا واحد تاني غير الصورة اللي في خيالي. وعملت حاجات وحشة كتير، بس انت هتسامحيني مش كده؟ وانت بالذات يا نور عمري ما قصدت ان اذيكي ابدا، عشان انت بنتي يا نور، بنتي من ساعة ما خدتك وهتفضلي بنتي طول العمر. انا يمكن اول ما خدتك كنت حاسس انك مسؤوله مني وكنت ندمان، بس بعد كده الندم ده تحول لحب، وحب كبير قوي ما افتكرش هعرف احب حتى الابن اللي من صلبي. وطول الوقت كنت خايف، خايف حامد يرجع وياخدك مني، وما كنتش اعرف اعيش من غيرك يا نور. والله عشان انا بحبك قوي يا نور. انا جبتلك معايا حاجه، جبتلك معايا صوره هدى مامتك، بس دي مامتك بقى بجد. أنا آسف يا نور، بس أنا لما اديتك صورة تانية ما كنتش عايزك تتضايقي، واديتهالك مش عارف اديتهالك ليه، يمكن عشان أتمنى إنها تبقى مامتك. يمكن مامتك جميلة قوي يا نور، هي يمكن اتجوزت غلط، كانت بتحب حد تاني، بس هي كويسة. وحامد كمان اتظلم، مفيش حد فينا ما بيغلطش، كلنا بنغلط يا نور، ولازم نسامح علشان نعرف نعيش مع بعض. ازيك يا سمير؟ كويس الحمد لله، شكرا يا طارق. هو الدكاترة قالوا عندها ايه؟ صدمة عصبية حبيبتي، صغيرة قوي على الحاجات دي، ان شاء الله تبقى كويسة. انت كويس؟ مش عارف. انت عاملة ايه؟ تمام.
كده عندك مشاكل كتيرة بعد اللي انت كتبتيه على الفيسبوك. اه كتير يعني، لسه بحاول اخلي اهلي يكلموني زي الاول باي شكل. ده لسه ما حصلش، بس يعني عندي امل انهم يسامحوني الاول على الغلطة الكبيرة طبعا. نفسي يفهموا انا ليه كتبت على الفيسبوك. وتفتكري ده ممكن يحصل؟ مش عارفة، في برنامج كلمني وعرض عليا ان انا اطلع معاهم واتكلم عن اللي حصل لي، يمكن لو سمعوني. هتطلع في التلفزيون عشان تتكلمي يا تقى؟ وهتقولي ايه بقى ان شاء الله؟ انا مش قادر افهمك خالص الحقيقه. انا مقتنع ان انا عملت الصح يا سمير، او على الاقل عملت الحاجه الوحيده اللي كان ممكن اعملها عشان اعرف اكمل حياتي. انا ماليش دعوه انت بتعملي ايه وما بتعمليش ايه، انا شايف ان دي خطوه ما تقلش غباء عن الخطوه اللي قبلها. وتفتكري بقى كده ان هما هيسامحوك ان شاء الله؟ جايز، ما هي الناس لازم تتعلم تسامح عشان تعرف تعيش. وهتطلعي في انهي برنامج؟ البرنامج ده بتاع حازم سلام، راجل محترم وبيقف جنب الغلابه والمظلومين. انت عارفه مين حازم ده اصلا؟ ايوه عارفه، صاحب استاذ اكرم. طب خلي بالك منه. حاضر. وخدي بالك على نفسك. حاضر. اتفضلي عشان اوصلك. أكتر واحد مبالغ في العيلة. وأشيك طبعاً، مفيش صورة؟ وقتك. شكرا. يا ريت لو تبي في كل الصور. نايلة. لا لا بعد الصور. رايحة فين؟ رايحة أرقص. خد. لو سمحت. اه فهم. انا مش طلبت منك ميه من ساعه. انا اسف حضرتك، ثواني وما يكون عند حضرتك. ايه ايه جميل، متعصب ليه؟ لا متعصبه ولا حاجه. يا سلام، شايفك من الصبح متعصبه، انا كاني خطبت دينا مش ساره نعوت عينيك. لا لا ازاي، ده انا فرحانه لك انت وساره قوي، ما تشغلش بالك بيا انا تمام. افرحي اكتر بقى يا شارك. سوري عن اذن. حزوم حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. عامل ايه؟ الف مبروك يا شارك. الله يبارك فيك يا ست الكل، ميرسي. واقف لوحدك كده يا حبيبي، انا قلت برضه عمرك ما هتغلط الغلطه دي ابدا. عايز اقول لك ان انا تقريبا غلطتها النهارده. لا بجد، هي فين؟ عايزه ابارك لها. موجوده طبعا، خطوتها اكيد اهي. تعالي تعالي ساره. اهي العروسه. لا الف مبروك بجد زي القمر. شكرا. الف مبروك يا حبيبي. ده بقى حازم طبعا غني عن التعريف، مدام منى تبقى مراته. مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يتمم لك بخير حبيبي. هجي لك كمان شويه، تعالى نرقص شويه. لا متاكده انه بيخون. متاكده ازاي يا هند؟ ماجد لا يمكن يعمل كده. لا يا اكرم، بقاله فترة متغير، أخد باله من نفسه وعلى طول ماسك الموبايل سرحان فيه، حتى الباسورد اللي كان مع الولاد دلوقتي بيغيره كل 3 أيام. لما بيقعد معايا بيقلب الموبايل على وشه عشان ما أعرفش هو بيتكلم مع مين. لا لا لا، مش معقول اللي بتقوليه ده. كل ده لا يعني إنه بيخونك. ماجد لا يمكن يعمل كده معاكي أنت. لا، في واحدة تانية في حياته أنا متأكد.
طب هي مين؟ معرفش، مش عارفة. هي في واحدة تانية معرفش هي مين. نفسي في دليل واحد أمسكه عليه. يا حازم عمري ما شفتك متوتر كده. لا مفيش، يعني بس شويه مشاكل في الشغل بس هتخلص. مشاكل في الشغل ولا مشاكل مع منى؟ لا دي حاجات مالهاش علاقه بمنى خالص. كده كده ما تقلقش، كل حاجه هتتظبط، هتبقى في مصلحتك. ميرسي. طيب انا هروح ادور على الشنطه بتاعتي. مالك، في حاجه مضايقاك؟ لا لا أنا زي الفل. تروحش عند مامتك وتروح معايا، عندي ليك مفاجأة حلوة. مفاجأة ايه؟ لا ما ينفعش، لما نبقى قاعدين في اوضتنا لوحدنا مولعين كاندلز بنشرب واين هقول لك. عايزاني في ايه؟ مالك مستعجل كده ليه؟ تعال اقعد جنبي. ارجوك يا نيلة قولي لي ايه المفاجأة؟ اوكي تعالى، ما هيكون ليها اخ او اخت. يعني ايه بعمل كده ليه؟ هو انت ليه عايزاني افضل متلخبط ومش فاهم حاجه؟ انا؟ ليه؟ بالعكس يا اكرم، انا بعمل كده علشان نقرب من بعض. اخر حاجه كنت اتوقعها ان ده يبقى رد فعلك لما اقول لك ان انا حامل. اشمعنى دلوقتي؟ يعني ايه اشمعنى دلوقتي؟ اوكي لو عايز سبب علشان خاطر تعالى يبقى ليها اخ او اخت، ولو عايز سبب تاني علشان انا وانت خلاص مشاكلنا كلها اتحلت، بقينا محتاجين ناخد خطوه لقدام في حياتنا مع بعض. انت شايف ان مشاكلنا اتحلت؟ طبعا اتحلت. انت من ساعة ما رجعت وانا بقيت اسعد واحدة في الدنيا. انت بس اللي متغير بقالك شوية. مالك يا انكل؟ في حاجة مضايقك مني؟
ليه يا ابني؟ نزلتني على مال وشي ليه؟ مالك يا ابني؟ حصل حاجة؟ نايلة بتقولي إنها حامل. لا، لازم تصلح غلطتك وتتجوزها. تفتكر مين أبو الطفل ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت سكرت؟ معرفش ده حصل امتى، لما بعدنا عن بعض ولا لما عرفت ان انا اتجوزت عبله، بس اللي انا متاكد منه انه في راجل تاني في حياتي. بالراحه عليا بس عشان دي معلومات كتير قوي. عبله مين اللي انت اتجوزتها؟ عبله صاحبه المصمت اللي انا وانت وسمير روحنا اكلنا عندها. عبله المعلمه بتاعت المصمت؟ ونايل عرفت؟ مش عارف، شكلها عرفت غالبا، يعني عرفت. انا لما عليلي قال لي انه شافك في لبنان مع واحده بلدي كده، قلت انك بتعط شويه يعني بتجدد نشاطك في بريك زي ما انا قلت لك. بس نايل هانم تتجوز عليها معلمه المصمت؟ دي ليها حق تقتلك مش تخونك بس. عرفت منين انها بتخوني؟ عرفت منين بس ايه؟ ما انت يا ابني لسه قايل لي دلوقتي. وبعدين حتى لو بتخونك انا اعرف ازاي؟ انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه وانتوا لوحدكم في الحفله؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ في حاجه بينك وبين نايلة. انت اتجننت يا عم انت؟ سكران ومش عارف بتقول ايه، لما اتجننت فعلا. ممكن تفكر خمس ثواني في الهبل اللي انت عمال تقوله لي ده؟ افكر في ايه؟ افكر في ايه؟ انت انت خلاص خلاص، مش حاجة، مش حاجة ولا رامز ولا انت الوسخ، انت صح، انت صعبا عليا. عامل ايه يا ماجد؟ الحمد لله كويس. وهند والاولاد كويسين. بتعمل ايه اليومين دول؟ يعني العادي، الشغل، البيت، المكتب، الحاجات دي يعني. وانت ليه ما خلتنيش اجي لك المكتب؟ مخنوق، مش طايق قعدة المكاتب. انا اول مره اشوفك بتدخن. هو في حاجه اكرم؟ مفيش حاجه، عادي برغي معاك شويه يعني. ايه، ما ارغيش مع جوز اختي؟ لا ارغي. انت مبسوط يا ماجد؟ اه، مش فاهم يعني في ايه، في ايه بالظبط؟ في حياتك، في الشغل، في الجواز. اه الحمد لله، انا يعني في الشغل الحمد لله تمام، وفي الجواز بقى انت عارف يعني انا بحب هند قد ايه. اصل احنا الرجاله اوقات بنزهق، بنمل، فبندور حوالينا. بس مش كل رجالة. هي هند اشتكت لك من حاجة؟ لا لا لا، مفيش حاجة. أنا برغي معاك حاجة تخصني بس يعني. أنا ليا مين غيرك؟ أنت وشريف وهند.
عيلة. مش احنا برضو اخوات؟ اه طبعا طبعا، انت عارف يعني اكرم انا دايما بعتبرك اكتر من اخويا. تفتكر الستات برضو ممكن يحسوا بالملل ويزهقوا ويدوروا حواليهم؟ يعني طبيعة الحياة الملل يعني. بس مش هو المفروض الحاجات دي تبقى مجرد فكرة يعني في الدماغ، لكن مش مفروض انها تتطور لأبعد من كده. حتى لو فكرة دي تبقى خيانة ولا لا؟ اه طبعا، بس مش بالمعنى المفهوم يعني. بص أكرم، أنا عندي ميتنج كمان ربع ساعة، ممكن أروح وأرجع لك تاني يعني لو، ولا أنت مش هتيجي معايا شغل؟ أنا قاعد شوية. طيب هسبق أنا بقى. مالك؟ مفيش حاجة. مفيش. متأكد إن مفيش؟ عادي يعني. عندنا زبالة. مستحقش حتى انك تسأل انا كويس ولا لا. انت ايه اللي بتقوله؟ انا كلب، انا اسف، بس والله العظيم ما كان قصدي اعمل كده. من امتى؟ والله ما عرفت اخلص منها، حاولت والله اخلص منها بس ما عرفتش. مين يا ملك؟ ندى قريبتكم. ندى العيلة؟ بالظبط، هي عيلة قعدت تزن والله العظيم، هي اللي كلمتني وقعدت تحاصرني، وأنا والله العظيم ما لمستها. هند والله أنا بحبك. هند أنا بحبك والله العظيم. بتحبني وبتخوني؟ والله. وانت عليك يا ماجد؟ اقسم لك بالله والله ما لمستها، انا ما قابلتها مره واحده هي والله. اديكي شفت هي لما ما ردتش عليها قعدت جت البيت كنت هند والله انا قابلتها مره واحده حددت انها تنتحر، وانا خفت تعمل فضيحه والله العظيم. انا عايزه اتطلق يا ماجد. لا هند، طلق هند طلقني. اشتمني ما تجيش جنبي. اضربيني، اعملي اللي انت عايزاه، اعملي اللي انت عايزاه، بس بلاش موضوع الطلاق. ايه دي؟ ابوس ايديك. اسكت. هند والله العظيم كفايه كلام، مش عايزه اسمع حاجه. انا بحبك. لا عايزه اتطلق، مش عايزه اشوفك تاني. هند والله العظيم. هند رايحه فين؟ طيب رايحه فين؟ رايحه بيت امي، مش عايزه اشوفك تاني والله العظيم. يا هند ما لمستها. ايوه يا وائل كويسه، مفيش حاجه. ماجد بيخوني يا وائل، وبيخوني مع عيله عندها 20 سنه. انا سبت له البيت، مش مصدقه اصلا ده يحصل فيا. ومن مين؟ من ماجد. لا ما مش هينفع. انا هبقى اكلمك بعدين. شكرا. مرسي.
سوري يا نايلة، ما كنتش عايزه يصحى يدور عليها هناك. لا اتس اوكي يا حبيبي، هو نام ازاي؟ الدكتور قال لي على حقن مهدئه، اديتها له فنان. طب هو ليه ما جاش يشوفه؟ هيجي له النهارده بالليل، بس انا مش عايزه يصحى هناك في البيت. طيب خلاص هاتوا هنيمه في اوضه التعب. لا 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 خليه، انا هوديه. الدكتور قال لك هيفضل نايم قد ايه؟ 3 أو 4 ساعات. لا عشان ان شاء الله هيصحى زي الفل. بالذمه دي امي، دي في ام في الدنيا تعمل كده؟ سنين يا نايل انا عايش مستحمل وضع ما يستحملوش اي راجل في الدنيا، كل ده علشان آدم يحس إنه طفل عادي عايش مع أبوه وأمه. كنت ممكن أعمل إيه تاني علشان تقدر تفهم أو تقدر ده؟ كان في إيه تاني ممكن يتعمل يا نايلة؟ عارفة يا هاني، والله عارفة. تعالى نسيبه نايم، أنا هشربك حاجة تهدى بس. تعالى الحيوانة مش كفاية إنها تمشي، لأ دي كمان تقعد تتكلم مع ولد سنسيتيف زي ادم وتقول له انها ماشيه وتعيط قدامه لحد ما الولد ينهار من العياط هو كمان، وبعد كده تسيبه وتمشي. هو للاسف اليوم ده كان اكيد كان هيجي يعني، وانت نفسك كنت متوقعه. وبعدين هي من اول يوم عمرها ما عرفت تتعامل مع الموضوع ولا تستوعبه زيك. كان عندي امل يا نايلة، مش انها تعرف تحبه زي ما انا بحبه، بس على الاقل تحس باي نوع من المسؤوليه ناحيته في يوم من الايام. بتعمل ايه فوق؟ انت بتقول ايه يا اكرم؟ رد عليا، انت بتعمل ايه هنا؟ في ايه يا اكرم؟ مش فاهم انت عاوز ايه بالظبط. اكرم انت اتجننت ولا ايه؟ انت كنت معاها بتعمل ايه فوق؟ لا انت اتجننت بجد، كنت بنايم ادم في اوضه التلا يا اكرم. المفروض انا اصدق الكلام ده. بس يا اكرم في ايه؟ انت اعصابك تعبانه لدرجه انك مش عارف تتكلم مع مين وبتقول له ايه؟ هو طبيعي الاقي مراتي نازله مع راجل من اوضه نوم واقف ساكت؟ انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انت عارف ده مين؟ ده هاني. هاني دخل البيت قبل ما انت تدخله. انا لو في حاجه بيني وبين هاني عمرك ما هتعرفها. ايه يا اكرم؟ كيف انت؟ اكرم انت بجد مش شايف نفسك؟ انت فعلا المفروض تفضل في بيت مامتك لغايه ما اعصابك تهدى وتفهم انت بتعمل ايه وبتقول ايه. ارجع بيت مامتك. اسف يا هاني، انت كويس؟ ايه ده؟ ببعت رسالة لأم عماد يا اخويا. أم عماد ولا أم وفاء؟ أنا عارفة بقى يا صفوت، لخبطتني يا اخويا، خضتني. أموت وأشوفك. أموت وأشوفك. أموت وأشوفك وأشوفك، أنا ببعت رسالة لأم عماد بقول لها. مين الراجل اللي أنت بعتها له الرسالة ده؟ راجل مين يا صفوت؟ طيب. مفيش حاجة راجل إيه؟ بقول لك أم عماد بعت لها رسالة فيها. طيب انت ما تبعت لنا دلوقتي اهو. مين اللي انت بعت له الرساله؟ مفيش يا صفوت رساله، دي ام عماد انا بعت لها. مين اللي انت بعت له الرساله دي؟ مين؟ والخدمة الشريفة وعيات ربنا، انا ماليش دعوة. هم اللي متبقيني يا صفوت. مين هم؟ مين هم؟ مين؟ العيال بتوع محل الموبايل، هم متبقين ناس كتير قوي في الحته، مش انا بس، ستات كتير.
ربي لزقوا لهم صور فوتوشوب يعني، وكانوا عايزين اروح لهم بس انا والخدمه الشريفه ما رحت لهم. ايه دخلك بيهم؟ ايه دخلك بيهم انت؟ انا رحت لهم عشان احط النت على عده جديده، ومن ساعتها يا اخويا هم مسيبيني في حالي. انا ماليش ذنب، ماليش ذنب يا صفوة. مين فيهم بقى اللي مش مخليك على بعضك؟ ما اعرفش يا اخويا، وحياه ربنا ما اعرفهم من بعض، ما اعرفهمش، ما اعرفهمش. مين فيهم؟ مين فيهم؟ انا اعرفهم كويس. مين؟ وحياه بنتي ما اعرفهم، ما اعرفش هم مين. كلميه اكلم مين؟ ليه ليه؟ انت مال اهلك انت؟ تتنفذي اللي بقول لك عليه. صرمة قديمة في بوقك. كلميه قولي له عايز اشوفك دلوقتي حالا. افتحي لي السماعة دي. يلا. حاضر حاضر. اهلا بالمحلبيه.